عبد الله الثاني وقع بكثير أخطاء، بالعكس وصل الدولة الأردنية إلى مرحلة الانحدار والإفلاس، وإحنا ما بنعلق عليه أمل نهائياً، بالعكس يمكن هو الكارثة الكبرى اللي أصابت الدولة الأردنية. بس إذا بدنا نحسبها من ناحية مصلحته هو، يعني بدنا نحاول نفكر إله نيابة عنه ونشوف أبرز الأخطاء اللي وقع فيها واللي أدت إلى أنه هو شخصياً يتضرر. إحنا عارفين أنه الدولة الأردنية كلها تضررت بسببه، وعارفين شو الأشياء اللي سواها من بيع مقدراته، من فساده، من صفقاته، من غيره وغيراته، هذا كله عارفينه من ناحيتنا إحنا. خلينا نشوف من ناحيته هو شو الأشياء اللي سواها واللي خسرته، وأنا عارف أنه هذا الفيديو راح يترك أثره عنده. الخطأ الأكبر اللي ارتكبه عبد الله الثاني خلال فترة حكمه واللي أدى إلى كثير أضرار عليه هو شخصياً، إنه مكن زوجته رانيا خلال فترة طويلة من إدارة أمور الدولة. كانت تتدخل في عمل رئاسة هيئة الأركان، كانت تتدخل في عمل المخابرات، كانت تتدخل في عمل الوزراء والوزارات، كانت تتدخل في معظم الأشياء، وكانت فعليا هي اللي تدير الدولة لفترة من الوقت. هاي الفترة انتهت وضعف تأثيرها، بس ما زال لها تأثير. إنما هذه الخطيئة وهذه الممارسة اللي استمرت لسنوات طويلة تركت أثر سلبي جداً عند النظام نفسه، عند مؤسسات النظام، إلى درجة إنهم بطلوا يحترموا عبد الله، وصار في كثير يعني أشياء ومحاولات اشتغلوها ضد عبد الله من جوا النظام نفسه، ولعل أبرزها مظاهرات 2018 اللي انشغلت من جوا دائرة المخابرات. هذه الخطيئة الأولى أو الخطأ الكبير لعبد الله الثاني. الخطأ الثاني اللي وقع فيه عبد الله هو محاولته توريث ابنه بناء على ضغط من رانيا، كان بده يورث ابنه وهو عايش، يعني كان بده يتنحى ويسلم ابنه. ابنه ما كان جاهز ولسه لحد الآن مش جاهز، احنا كلنا عارفين انه مش جاهز وما كان جاهز نهائيا. أثناء محاولته أنه يفرض ذلك ما لقيش دعم أمريكي، ما لقيش دعم بريطاني، والأخطر من ذلك والأهم من ذلك أنه ما لقيش دعم من جوا مؤسسات الدولة، لأن مؤسسات الدولة كانت شايفة حسين ظل لوالدته، وكانوا خايفين من استمرار تأثيرها على الدولة عبر ابنها. وتعرفوا مؤسسات الدولة شو ما كانت نظرتنا إلها سلبية، تظلها تحافظ على حد أدنى. الناس اللي حاكمين البلد عبد الله وزوجته وابنه ما عندهم هاي المحافظة على الحد الأدنى، لذلك كانت مؤسسات الدولة توصل رسائل بكل الاتجاهات إنه حسين ما ينفع يستلم. وبالفعل تم تأجيل تسليم حسين، كان المفروض يكون بال 2016-2017، تم التأجيل إلى أن ألغيت الفكرة كليا في العام 2019 بعد ما صارت عقبات كبيرة. لكن إلغاء الفكرة ما حل المشكلة، إلغاء الفكرة كان بعد ما الضرر وقع وأصبحت المسافة بين عبد الله وبين مؤسسات الدولة، وطبعا الشعب الأردني أكيد من زمان رامي الطوبة، صارت المسافة أكبر بكثير مما أي حدا يتخيل. ولا الأردنيين عارفين قديش هاي المسافة وقديش أنه بعيد عنهم وقديش أنه في حاجز نفسي. فهذه الخطيئة الثانية أثرت أكثر وأكثر على وضع عبد الله جوا نظامه، طبعا عدا عن نظرة الحلفاء له، بس نظرة الحلفاء ظلها في الآخر تربطها مصلحة، وبالتالي رايحين يوقفوا معه لأنه مستحيل يضحوا بواحد زيه. الغلطة الثالثة اللي وقع فيها عبد الله الثاني لما دخل في المنازعة أو المنافسة اللي وقعت بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان. محمد بن زايد ومحمد بن سلمان مش على نفس الخط أبدا، وقفوا مع بعض في حرب اليمن، وقفوا مع بعض في أثناء الأزمة مع قطر، لكنهم مش مع بعض نهائيا. عبد الله اختار معسكر ابن زايد في وجه ابن سلمان، كان الأفضل له أنه يوقف على الحياد لكنه اختار معسكر ابن زايد. النتيجة أنه خسر ابن سلمان، وطبعا أنا بالنسبة لك علاء الاثنين مخسر، بس لما تتحدث من وجهة نظر عبد الله بدك تشوف هو كيف ضر نفسه، غير أنه ضر بلده، كيف أنه ضر نفسه. فعبد الله لما وقف مع ابن زايد ضد ابن سلمان في الآخر، في الآخر زي ما يعني ينقال بالبلدي لبسوا الخازوق،
محمد ابن زايد، لمنه دخل على خط الكيان الصهيوني وتجاوز نظام عبد الله الثاني وأصبح تنسيق ابن زايد مع الكيان الصهيوني مباشرة دون حاجة للوسيط اللي هو النظام الأردني اللي كان دوره التاريخي، دوره الوظيفي التاريخي النظام وليس البلد، كان دوره أنه يكون يعني زي المنطقة العازلة أو المنطقة الواصلة ما بين العرب والكيان الصهيوني. فأركن كثير على محمد بن زايد وسلمه يعني كثير أشياء إلى أنه في الآخر يعني مكنوا من رقبة البلد. وأكثر من ذلك حتى آخر تعيين لمدير مكتب ولي العهد زيد بقاعين، هذا نائب مدير جامعة في الإمارات وشغال في الإمارات، يعني فعليا محسوب على الإمارات، يعني فوق ما سيطرت الإمارات على الميناء وعلى القرار وعلى كل شيء كذا، كمان راح تسيطر أكثر وأكثر على مكتب ولي العهد. الحاصل اللي بدي أقوله إنه بعد ما مكن ابن زايد وبعد ما حط كل بيضه في سلة ابن زايد وبعد ما كانت كل رهاناته على ابن زايد، حلق له هذاك. شفنا شو عمل معه لمنه راح على الكيان الصهيوني، وبالتالي انضرب جزء أساسي ومهم جدا من دور عبد الله الثاني شخصيا عن طريق حليفه ابن زايد. هذه الأخطاء الثلاثة إضافة إلى أخطاء كثيرة ارتكبها بحق الدولة الأردنية جعلته في الوضع الضعيف اللي احنا قاعدين نشوفه الآن، وجعلته يعاني الأمرين في أنه يثبت رجليه أو يثبت رجلين ابنه، وجعلته يعني قاعد يشتغل، عشان هيك شعر بالتهديد من الأمير حمزة، لأنه وضعه ضعيف ولأنه وضع ابنه ضعيف ولأنه خسر على الصعيد الشعبي وعلى صعيد النظام وعلى صعيد مصلحته الشخصية هو نفسه كمان خسر. فهذا خلاه يتوجس من أي حدا قوي في الدولة الأردنية، وهذا خلاه يبلش يقصي بكل حدا ممكن يكون، يعني بلاش نقول قوي لأنه ما فيش حدا في الدولة قوي، بس خلينا نقول يحافظ على الحد الأدنى من يعني من كرامته أو من شعوره الوطني أو من إحساسه بي يعني إنه يقوم بدور يعني ولو 5% في إنه يدعم هاي الدولة اللي قاعد يشتغل فيها. كل حدا كان يكون صاحب قرار إلى حد ما كان يطيح فيه ويجيب ناس من جماعة أمرك سيدي حاضر سيدي، وانتهى به الأمر دون مستشارين. ويمكن هذه الغلطة النص رابعة، ما فيش غلطة أي يعني، هذه نقدر نعتبرها نص غلطة، إنه انتهى بدون مستشارين قادرين إنهم أو رجال دولة قادرين إنهم يقولوا له لا هذه غلط وهذه صح، وصف كل اللي حواليه يقولوا له هذه صح وهذه صح وأمرك سيدي وأبدعت سيدي وكل هذه الأوامر. وهذا المسار اللي ماشي عليه عبد الله نتيجته أكيد مش في صالح البلد، احنا عارفين من زمان يعني، بس كمان مش في صالحه ولا في صالح ابنه. شكرا لكم ونلتقي، سلام.